السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى موجز الأنباء، بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة بطولة كأس العالم. وأشاد رئيس مجلس السيادة بجميع المؤسسات القطرية في استقبال مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم على اختلاف مشاربهم وتحويل قطر لمتحف مفتوح يسر الناظرين ويبعث الفخر في نفوس الأمة العربية والإسلامية، متمنيا لمنتخب قطر التأهل لأعلى المراكز ولدولة قطر الشقيقة دوام التطور والرفاه. استقبل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بمكتبه مدير جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي تامسونج تارونا بحضور مدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يقدم مصالح البلدين الشقيقين. وأشاد دقلو بمستوى التنسيق والتعاون الذي تشهد العلاقات بين البلدين، مؤكدا دعمهم للجهود كافة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في إثيوبيا. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس متانة وأزلية العلاقات السودانية التركية، وأمن خلال لقائه بالقصر الجمهوري منسقة مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا على ضرورة مضاعفة التنسيق بين الوكالة التركية ومنظمات المجتمع المدني السوداني لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين البلدين. ترأس وزير المالية والاقتصاد الوطني جبريل إبراهيم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة القومية العليا لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، وتناول الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة التي تتعلق بالرصد العاجل لاحتياجات الموسم الزراعي الشتوي وتوفير مدخلات الإنتاج المختلفة، فضلا عن مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق والتصدير. وأمن الاجتماع على ضرورة توفير التمويل اللازم لكل مراحل العملية الإنتاجية ومتابعة سيرها حتى نهاية الموسم. أكد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم إبراهيم أحمد شمين على الاهتمام بأمن وطمأنينة المواطن وضمان تلقيه الخدمة الجنائية والإنسانية بسهولة ويسر عبر الأقسام والإدارات الشرطية. ودعا لدى زيارته التفقدية لرئاسة شرطة محلية أم درمان إلى تقوية النسيج الاجتماعي بين الشرطة والمجتمع والعمل على قلب رجل واحد لتنفيذ المهام الموكلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. بدأت بولاية القضارف الدورة التدريبية حول تفتيش مراكز إعداد الصادر التي نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس بالقضارف بمشاركة ولايات البحر الأحمر وكسلة والجزيرة والخرطوم والقضارف. ودعا والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتلمس القضايا المهمة من أجل حماية الاقتصاد والمستهلك ومتابعة الصادرات وفقا للمواصفات المطلوبة ونشر التوعية والتثقيف بالاستخدام الأمثل للمبيدات لتفادي الإصابة بالأمراض وتقليل تأثير المبيد على المنتج. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية بالتركيز على معايير الجودة والمواصفات المطلوبة. خبر الأخير في هذه النشرة الموجزة، وقف مدير إدارة تعليم الرحل بولاية نهر النيل ختم عبد الله طه على سير العمل بعدد من مدارس الرحل بوحدة جنوب شندي وجزء من وحدة شمال شندي. ودعا ختم المجالس التربوية بوحدتي جنوب وشمال شندي للمزيد من التعاون والعمل من أجل جعل التعليم في مقدمة البرامج، وبحث السبل الكفيلة باستقراره بوحدتي شمال وجنوب شندي. انتهى الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.